أخبار اليوم. طيب ننتقل الآن للسؤال الرابع. إيه الإرشادات الخاصة بالسؤال الرابع؟ أول حاجة لازم الطالب يقرأ الحوار كاملا. قبل ما يفكر يجاوب. طب ليه أقرأ الحوار كاملا ليه؟ أول حاجة عشان أشوف الموضوع إيه بتاع الحوار، بيتكلموا عن إيه، في أنهي موضوع. تاني حاجة لازم أعرف زمن الحوار ده، هل هو في المضارع، في المستقبل، في الماضي. يبقى هنا لازم ألتزم بقراءة الحوار عشان أستخرج الموضوع إيه، وعشان أفهم من خلاله أنا هتكلم في المضارع ولا هتكلم في الماضي. طيب تاني حاجة أنا لازم أبص على الإجابة، لأن الإجابة هي اللي بتحدد لي السؤال. لو أنا ما بصتش ما قرأتش الإجابة مش هقدر أجيب أداة الاستفهام المناسبة لهنا، ودي مهمة جدا. أداة الاستفهام في السؤال دايما بيبقى عليها نص الدرجة. لو أداة الاستفهام صحيحة يأخذ الطالب نصف الدرجة وبقيت الجملة خطأ. لو أداة الاستفهام خطأ وبقيت الجملة صحيحة لن يأخذ الطالب أي درجة. يبقى أهم حاجة في السؤال هي أداة الاستفهام، وهحددها بناء على الإجابة الموجودة في السطر اللي بيليها. بعد كده الحوار ده من الأسئلة اللي ممكن أعيد فيها الإجابة مرة أخرى، يعني ممكن أعيد الديالوج أكتر أو الحوار أو المحادثة أكتر من مرة، ممكن أعيد السؤال على بعضه أكتر من مرة، وممكن أعيد السؤال نفسه تحتيه بإجابة أخرى وهتؤخذ الإجابة الصحيحة. دي فرصة في إيدين الطلبة، إن أنا لو شاكك في الإجابة بتاعتي ممكن أعيد تحتها الإجابة بطريقة تانية وهناخد الإجابة الصحيحة هي اللي تحتسب. فلو أنا مسكت هنا رحمة بتكلم سارة، بتقول لها إيه رحمة؟ بتقول لها بالد هابن فيا هالب يارس فيرين فاسما خستو. رحمة بتسأل سارة، بتقول لها في القريب العاجل إحنا عندنا أجازة نص السنة، أنت هتعملي إيه؟ سارة ردت قالت لها إيش فار نخ لوكسور أند أسوان، أنا هسافر لوكسور وأسوان. رحمة راحت سألها سؤال تاني، راحت سارة مجاوبة بحاجة وقالت لها كوما ماين إلتن فارن أو خميت، بابا وماما كمان هيسافروا معايا. يبقى رحمة سألت سارة قالت لها إيه؟ قالت لها أنت هتسافري لوحدك، فهترد تقول لها لا بابا وماما هيسافروا معايا. طيب يبقى أنت هتسافري لوحدك دي اللي هي فيرست دو ميت، فيرست دو ألاين طبعا، ده هتلاقوه مكتوب عندكم في نموذج الإجابة اللي موجود في جريدة الأخبار، فأنا مش محتاجة أن أنا أكتبه، أنتوا هتلاقوه أصلا في نموذج الإجابة. خلاص نيجي بعد كده، يبقى هنا السؤال ده هيبقى فيرست تو ألاين، هترد عليها سارة تقول لها ناين ماين إلتن فارن أو خميت. هيجي سؤال تاني وبلتزم دايما بالعلامة اللي موجودة في آخر السطر أو في آخر الجملة. في علامة استفهام يبقى في سؤال، في نقطة يبقى دي جملة خبرية. يبقى أنا بلتزم دايما بالعلامات اللي موجودة في نهاية السطر. فأنا عندي هنا في علامة استفهام قلت سؤال أهو فيرست دو كذا، في الجملة التانية كان في فلوستوب نقطة هي بونكت، يبقى أنا هلتزم هنا بإجابة هقول يا ولا ناين، لأن السؤال هنا بادئ بإيه؟ بادئ بفعل. طالما بادئ بفعل بقول يا ناين. نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده، بيقول نو اينه ووخه اند واس ماخستو، فقط اسبوع. يبقى هي بتسالها عن المده اللي هي هتقعدها في الاقصر واسوان، يبقى هتقول لها في لانج بلايبستو دورت، كم المده اللي هتقعديها هناك، او في لانج بلايبستو ان الاقصر اند اسوان.
الاجابه نور اين فوخ وند فاس ماخستو. وانت بقى هتعملي ايه؟ قالت لها ايش فار نخ قاعده، انا مسافره الغردقه، انا مسافره الغردقه. راحت سالها سؤال تاني، قالت لها سؤال، طبعا هنا ما ينفعش اقول السؤال الا لما اكون شايفه الاجابه قدامي. قالت لها الاجابه امروت المياه على البحر الاحمر. يبقى سالتها عن موقع الغردقه، الغردقه دي بتقع فين؟ يبقى السؤال مفروض يبقى فوليك تو اورجادا، فوليك تو اورجادا. السؤال اللي فات مفروض يكون فوليك تو اورجادا، الاجابه ام قوت المير على البحر الاحمر. فنهت معاها الحوار وقالت لها اوكي تشوس تشوس، الى اللقاء الى اللقاء. وبكده نبقى انتهينا من اجابه السؤال الرابع